كالعادة أخبار كتير جدا على النادي الأهلي وكلام في الفترة دي بالتحديد على مين؟ على المدير الفني. وآخر أخبار المدير الفني إيه؟ وإمتى النادي الأهلي هيعلن؟ خلينا نقول لحضراتكم في إجازة سريعة، هانت خلاص. الموضوع قرب بشكل كبير جدا، الإعلان قرب بشكل كبير جدا عن مدير فني هيكون مناسب قوي للنادي الأهلي خلال الفترة الجاية، وبإذن الله إن شاء الله يقود النادي الأهلي لانتصارات وبطولات عديدة زي ما الجمهور الأهلاوي دايما متعود. ملف مهم قوي والناس شغالة عليه بشكل كويس جدا في النادي بصراحة، وسري للغاية. والنقطة دي بالتحديد أنا عايز أتكلم فيها، لأن موضوع أن كل يوم بتسمعوا أسماء جديدة مختلفة مكررة، جنسيات مختلفة، تقريبا كل الأسماء اتطرحت، كل الأسماء اللي ممكن تدرب النادي الأهلي أو اللي ممكن يكون فيه حديث عنها خلال الفترة الحالية اتطرحت كلها في مختلف الصحف والمواقع وكل حاجة، والإعلام المرئي والمسموع وكل حاجة. فبالتالي وارد أن يطلع اسم من كل الأسماء اللي اتقالت دي، يعني كل الأسماء في الدنيا اتقالت بصراحة، وارد أن يطلع اسم منهم، ووارد جدا أن يكون اسم مختلف تماما ما تمش تناوله في الإعلام بشكل كامل يعني. فهنشوف خلال ساعات بإذن الله الموضوع هيحسم، وخلال ساعات بإذن الله النادي الأهلي وارد جدا أن هو يعلن عن مدير فني جديد للفترة القادمة للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي. فعموما إن شاء الله هنقول لحضرتكم من خلال شاشة قناة النادي الأهلي كل ما هو رسمي وجديد في خصوص هذا الملف بالتحديد.